شكرا معاليك، و يسرني الحقيقة جدا التواجد اليوم في جمهورية مصر العربية، وتقدم بخالص الشكر والتقدير لأخي معالي الوزير سامح شكري وزير الخارجية على حسن الضيافة وكرم الاستقبال. وقد سعدت كثيرا بالاجتماع اليوم مع معاليه ومع فريق وزارة الخارجية المصرية، وأكدت لمعاليه تطلع المملكة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين بلدين في مختلف المجالات، وهنا أشيد بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين في ظل توجيهات قيادتي البلدين الشقيقين. ويأتي هذا الاجتماع الدوري كما ذكر معاليه حرصا من بلدينا في مواصلة التنسيق والتشاور بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وبما يرقى لطموحات قيادتي البلدين. وقد بحثنا اليوم عدد الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث انتج البلدان سياسات واضحة تشجع الحلول السلمية وتعزز العمل المشترك لإحلال السلم والأمن والاستقرار والرفاه في المنطقة والعالم. وقد تم بحث الوضع في فلسطين والتأكيد على أولوياتنا المشتركة تجاه الوقف الفوري لإطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية الكافية والضرورية، بما يمهد الطرق لحل سياسي، يمهد الطريق لحل سياسي عادل ومستدام على أساس حل الدولتين. وفي المجال الاقتصادي والتجاري استعرضنا أهمية استقرار ونماء اقتصاد جمهورية مصر والمملكة العربية والتكامل بينهما، وأكدنا حرصنا على استمرار التنسيق وتكثيف التعاون في تسهيل كافة المعوقات الاستثمارية لتعزيز التبادل التجاري وتقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وناقشنا مجمل من القضايا الإقليمية وكما ذكرها معالي، ونتطلع دائما إلى استمرار التعاون والتنسيق مع جمهورية مصر الشقيقة في كافة المجالات بما يحقق تطلعاتنا. وختاما أود أشكر معاليكم مرة أخرى على كرم الضيافة وحسن الوفادة، وأيضا على التنسيق الوطيد كما أشرتم التي يتم بيننا باستمرار. والحقيقة نشعر في المملكة العربية السعودية في وزارة الخارجية أننا مع زملائنا في وزارة الخارجية المصرية كأننا فريق واحد في مواجهة كافة التحديات في المنطقة، وهذا ما تعودنا عليه، وسنستمر في هذا الإطار إن شاء الله. شكرا.